مشاهدي قناة شوف تي في، مساءكم سعيد، مرحبا بكم معنا مجددا في هذا المباشر من مدينة طنجة، ولدينا قصة صادمة لشابة مطلقة وأم لثلاثة أطفال دوزت الجحيم مع الطليق ديالها، وكتقول في هذا المباشر بأنه كان كيعنفها وكرفصها، ودارت قناة في اليوتيوب باش تعيش وليداتها بالحلال، وبغات المغاربة يتابونيو معها في هذه القناة لأنها دابا غارقة في كريديات بعد ما الزوج ديالها طلقها وبقات ها سينا اللي طلقت بعد ما طلقت الزوج ديالها لأنه كان مدمن على المخدرات. إذا باقي التفاصيل غادي نعرفوها مع هاد السيدات. كاين المعاناة ديالك أنا. السلام عليكم خوتي، أنا جيكم من الآخر. عانيت ملي كنت صغيرة. المهم حنا كنا عايشين مع بانا ومامانا، الأم ديالنا وقعت شي ظروف مع با. المهم أربعة الخوت، أنا كانت عندي 6 سنين ما كاملاشي. الأم ديالي تفرقت مع با، بقينا مع با تربينا معاه. با مات وأنا عندي 14 سنة. على حسب خاطري. لا لا تعليك أغضب التأني كما تزرب وباش الناس تفرقها. حنا كنا مع با ومامانا. تفضل احكي لنا معاناتك. ماما كانت كتخدم علينا، با كان كيبيع المهم كيف وتشبر، وحنايا كنا مجدودين يعني بوحديتنا في الدار بعض الخوت، والناس دلحاو فتحوا لنا الباب وصدق هبطونا عند العائلة د ماما، والعائلة د ماما حبيبي اختصبني وانا صغيرة. هذاك الشيء من 6 سنين ما كملهاش. المهم هذاك الشيء اللي حرمه ربي، فهمتي؟ المهم هذيك الساعة عشنا معاهم، با ساق الخبر صافي تفرقوا هو وماما. ديك الساعة بقينا مع با عايشين مع با، بقينا عايشين مع با. با صراحة الله تقاتل معنا وصبر معنا، ما سمحش فينا، ضحى معنا، ولكن ربي بغاه ومشى. المهم كانت عندي 14 سنة، رجعنا نفس المعاناة عند العائلة د ماما، كيتعدوا علينا كيزبلوا فينا، كنكونوا كنوجدوا لهم كيدفعونا على الطاولة كيقولنا يماكم سامحة فيكم حنا شنعملوا لكم. المهم عانينا بزاف. المهم تلاقيت مع هاد السيد هذا، عزيت عليه في الاول، كان كيقول لي كيفاش وريني كان كيفاش كان كيغتصبك حبيبك، وكنت كصراحه بالنيه ديالي كنعاود له، عزيت عليه. هذا حبيبي هذا عرفني ان انا عاودت له، عرفني صدق حبيبي ما كانش كيحملني مره. المهم مي عرفني انا عاودت له، حبيبي جرى عليا وانا قاصر ما بغاش يدخلني الدار مره، قال لي والله لا بقيت هنايا، او بغاو يجوجني واحد الراجل كبير ما بغيتش يجراو عليا. ديك الساعة بقيت في الزنقة، بقى معايا هذا صافي. عانينا في الزنقة في الأول، عملت مالك بالإرادة ديالي، ولكن ما كانش كيخليني نشرب الدواء، قوز عليا شنقول لك العذاب، كتعرفني العذاب، كيعايرني بواحد الحاجة أنا ما عندي حتى شي دم فيا، كيعايرني بيما سمحت فيا، كيعايرني بحبيبي كيقول لي مشي اغسل حبيبك. صافي عيت من الصبر، كنمشي عند ماما كنضطر نهز ولادي ورجعنا عنده، حيت ما جبرش الراحة ديالي هي عند الراجل د الناس. صافي تعمرني بالعواول، سمعتوني؟ صافي بقيت عايشه معاه في الاخر. صافي عيت في الاخر، داك صار 2 ساعه صافي، شفت راسي مليت ساعه، جيت لهنا عند خوتي، واخا عيش وجد العذاب معاهم وزد ولادك مشي عند راجلك. صافي عانيت، خدمت على ولادي في الديور، خدمت في القهاوي، مرضت في العمليه، جبرت هاد الناس مساكن عملوا لي العمليه، خايق لي وز حوايجك ومشي عند راجلك، هاد الناس مساكن اللي عايشه انا في الدار ديالهم هما اللي عملوا فيا الخير حيت سمعوا كلشي. صافي بقيت عايشه في الدار ديالهم هنايا، حيت ولكن شحال نبقى عايشه هنا هنايا، شحال هذا الشيء د الناس، هذا الدار ديال الوراثه، الناس عندهم ولادهم عندي الله يحفظ شناري يجيو يخرجوني. يعني كنتخوف من المستقبل، ما خصنيش نزيد نعيش شي حاجه اكثر من داك الشيء اللي عشته. حيت انا جربت الكرا، بقينا بالجوع انا ولادي، وحد الان دابا قسما بالله جاتنا عندي الصديقه ديالي مسكينه، هي اللي جابت باش نعدلوا الحرير باش نتعشاو، والو ما كايناش، مش نقول لهم سكتوا داك اللي في الزنقه. المهم عملت قناه في اليوتيوب هذه عام باش نعاون بها وليداتي، راه 2 مليون ولد كريدي عليا، بقى قال الا كانوا يشوفوني دابا هم اصلا كيعرفوني واخا بالنقاب يطلعوا يقولوها، 2 مليون ولد كريدي ونص، الخضاره كيسالوني، العشابه كيسالوني، كلشي كيسالني، كلشي الحوايج العول ما عنديش باش نقريهم، ما عنديش حيت عييت. ونهار اللي عملت النقاب ما بقى كيحملني حتى واحد، وما بقى كيخدمني حتى شي واحد، حيت دخل سوق راسي، ملي كنت بالجلابة عادية كانوا كيحرتوا بيا، كنقين ضرب تمرة في الدور ديال عباد الله، كيعطيوك 50 درهم 40 درهم وانت الله يرحم والديك ما كيقولوهاش، وشحال نبقى انا عايشة بحيدة. واصلا دابا انا حاليا مريضة باكتئاب، مرض الله يحفظك اكتئاب، كيقول لي مشي سيبتها راسك، لا ما كنتش متقي الله، انا ما كنتش متقي الله كنصبر راسي، ولكن هذاك الشيء الماضي اللي انا عشته هو اللي مأثر عليا.
واخا كنبغي ننسى داكشي اللي عايشوه لي لي انا ما عندي حتى شي دم فيه ما كننساه شي مره ما عرفتش علاش هذاك الشيء مأثر على نفسي الطبيب انا ما كرهتش الطبيب المهم شنو سميتي هذه القناه ديالك اطفال سر سعادتي القناه ديالي اطفال سر سعادتي بالعربيه أطفالي سر سعادتي وكنت كندخل لايفات كنت كندخل لايفات هذوك ولا ما نسميهم هاد القنوات اللي طالعين دابا كنقول لهم اخوتي انا ما بغيتش كندخل روتين الناس كنقول لهم اخوتي انا واحد الانسانه فاطمه الزهراء مطلقه وعندي 28 سنه في العمر ديالي وعندي 3 وليدات ما خصنيش نتوجه للحرم كنقول لهم عاونوني في القناه ديالي حتى واحد ما كيديها فيا شبرت بالايام جاني اكتئاب مسحت كلشي عاد درت جوج فيديوهات على حساب باش تدخلوا تشوفوهم نعاسكم طلع لي الدم بزاف ما كانش مره ما كنجبر ما ناكل كريديات كنحشم دابا نجوز من هنايا مره عندي طريق وحده اللي باقي كنجوز منها هي التحتانيه هذه شارع فاسيه اللي كنجوز منها والله العظيم نعيت قسما بالله كنت جبرتي عائلتي قراوني وهذه ما نكونش بهذا المستوى هذه يعني الاقبال على فيديوهات روتين اليوميه ديال العراق كخصهم غير على كخصهم غير على ايه العراق صافي هو اللي خصهم حيتاش كلشي من الناس اللي كيتفرجوا حيت هما كيعجبهم ما داك مقاليب وخالتي عملت لي عمي عمل لي فهمتي هادشي اللي كيبقشوا عليه هما بحق شي حاجه اللي خصها تعيش ولادها وفي الحلال لا ما كخصهمش وهاد القناه اللي عملتي دا جد الطاب دا الحجاب ديالي كنوض كان مثلا كنشد الطاب كنعمل طياب مثلا نخرج مع وليداتي هادشي اللي كنعدل معاهم ولكن ما بغيتيش لا والو خمسة صورك المهم شوف كانت بقية 300 نكمل 4000 ساعة 300 د الناس كمل 4000 ساعة بس تفقد تعود على الفيديوز بعد ما وصلتي نوش لا هودوا لي السويع مرة السويع هودوا لي زي ما طلع لي الدم وجاني اكتئاب اكتئاب خاطر جاني صافي كرهت كل شيء ما كدبش عليك يعني المشاهدين ديال بعض القنوات ما كيعجبهمش لا ما كخصهمش مره محترمه صوبي اصحاب دابا انا اللي تعريت وعملت الفيديوهات ديالي وهذيك جبرني متابعه بزاف ديك 300 اللي بقال باقي لي 300 باش نكمل 4000 ساعه انت كقلبتيها كنجبرتي راسك فوتي انا كنتفرج في العائلات كيظهروا لي النص ديالهم كيطلعوا بصح والله الحمد لله على كل حال دابا شنو نيت على الكتوجه نيت بغيت الناس صراحه الله يعاونوني في القناه ديالي حيت انا عايشه في الدار ديال الناس غدا بعضو يجريو عليا الزنقه نجبر راسي في الزنقه ما عندي فين نسكن ما عندي حتى درهم باش نكري ولا شي حاجه ولا عائله ما كترحمش حنايا نهار اللي ما تبع عائلتنا هوتوا قالوا نحنا معنا ما نعملوا بكم قالوا نحنا معنا ما نعملوا بكم الدون العائله ماما يتكرفسوا علينا بزاف هادشي كشي مأثر عليا انا اصلا دابا خصني الطبيب ما كرهتش شي واحد يساعدني نمشي للطبيب اكتئاب حيت لو بقيت هايدا مريطان والله يحفظ نقدر ولادي نعمل فيهم شي كارثه ولا ما نعرف لا والله العادي الشهر اللي مجي جاني اكتئاب يقول لي سيب راسك ما بقات لك عيشه حيت كتجبر الناس اللي دايرين بك كاملين كنخرج ندبر الخدمه كتجبر اللي كيطمع فيك والله العظيم كتجبر اللي كيطمع فيك قسما بالله علي العظيم هادشي ما نقول لكم اخوتي المهم لا بغيت تعاونوا في القناه ديالي فضلا ولا ليس امرا ما مزدش عليكم على وجاد اليتامى انا يتيمه وما يتم هذاك اللي كان كيتعدى عليا راه جا حمق في الزنقه حيتاش ماشي سهله تتعدى الحلايله كانت كتخسر لك رجلك كما كنت كنتعامل مع با كنت كنتعامل معه ما عمري رديت عليه الهضره ولا السناطح هضره جوج يمك سمحت فيك يمك عملت هادشي اللي نقول اخوتي الله ياخذ الحق وصافي ربي كبير إذا ذكر المشاهدين بالقناة ديالك المهم أنا كنت نزل النمرة ديالي ولكن النمرة ديالي كيبقاو يتصلوا بيا نتوما عارفين شنو كاين حيت بعض الناس ما كيتأسفوش المهم القناة ديالي أطفالي سر سعادتي هذا هو الاسم ديالها بالعربية وشكرا وسمحوا لي بزاف صافي إذا مشاهدي قناة شوف تي في تابعتم معنا هذا المباشر من مدينة طنجة وهذه القصة الصادمة لهذا الشابة اللي هي مطلقة وأم لثلاثة أطفال دوزت الجحيم على الطريق ديالها قالت بأن عائلة ديالك والطريقة ديالك حيت واحد العائلة بقى عندها 14 سنة ما عندكمش الحق تجريوا عليها الزنقة
اللي كان كيعنفها وكرفسها ودارت قناة في اليوتيوب باش تعيش وليداتها بالحلال، وكتطلب من المواطنين والمشاهدين يتعاونوا معها. اسم القناة ديالها هي أطفالي السر وسعادتي. اللي بغى يتعاون مع هاد الشابة هادي الله يحسن العوان، أو المحسنين بغاو يقدموا شي مساعدة يتواصلوا معها في القناة. تحية لكم مشاهدينا الكرام، أينما كنتم، إلى اللقاء.